وتستمر احتفالات الأهلي في تدشين النجمة العشرة زي ما حضراتكم تابعتوا وشفتوا رسائل كتيرة جدا، رسائل حتى حضارية في منتهى الرقي الرياضي. إذا كان النادي الأهلي كان أول نادي يمنح المرأة المصرية فرصة ممارسة الرياضة، الدكتورة نفيسة الغمراوي كانت أول رياضية في مصر تلعب الرياضة من خلال النادي الأهلي. عشان كده من الصور الحضارية الراقية جدا في حفلة الأهلي النهاردة تكريم جيانا فاروق بطلة مصر الأولمبية في الكاراتيه والحائزة على الميدالية البرونزية في الدورة الأولمبية الأخيرة، واللي الكابتن محمود الخطيب أعلن أنه تقديرا للي عملته جيانا فاروق في هذه الدورة والظلم اللي تعرضت له، النادي الأهلي حول قيمة المكافأة والتقدير ليها من الميدالية البرونزية للميدالية الذهبية. الأهلي مش جديد عليه زي ما قلت لكم، النادي اللي قدم للرياضة المصرية أول امرأة مصرية تمارس الرياضة كان هو النادي الأهلي اللي قدم للرياضة المصرية النهاردة جيانا فاروق، ومن قبلها البطلة المصرية الرياضية رانيا علواني عضو مجلس الإدارة اللي كانت مع الزميلة سالة حامد. نشوفها. طبعا برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومن احتفاليه طبعا تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات طبعا الدكتور رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا دكتور رانيا، طبعا في بدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني حدث يعني مهم واحتفاليه عظيمه طبعا زي ما احنا شايفين، حاجه تضع بالفخر لكل اهلاوي ان هو طبعا منتمي للنادي الاهلي. كلمينا طبعا عن الاحتفاليه النهارده، وخليني طبعا ابارك لك على تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. كلنا وانا سعيده طبعا بوجودي في قناه الاهلي، وسعيده ان انا معاكي مخصوص، بحب جدا اتفرج عليكي. النهارده حاجه مشرفه لينا كلنا، لان احنا بنستعيد كل ذكريات العشر نجمات. شفنا رموز النادي الاهلي، شفنا ازاي الاجيال بتسلم بعض، شفنا ازاي ان كل الناس مع اختلاف مجالس الاداره السابقه كلها موجوده، اللاعبين كلهم موجودين، كل اللعبات موجودين. شفنا يعني ايه ان فعلا الكوميونتي او العيله بتاعت النادي الاهلي دايما متواجده ومتماسكه. طبعا يعني احتفال النجمه العاشره وقبليها التاسعه انجاز كبير جدا طبعا حققوه يعني لعيبه النادي الاهلي وطبعا والجهاز الفني. النهارده مش بس بنحتفل بالتدشين العاشر على تيشيرت النادي الاهلي، لا كمان نعتبر نحتفل باللعيبه كلها بمناسبه التاسعه، وكمان مع احتفال وتكريم جيانا فاروق طبعا اللي كانت مفاجاه بالنسبه للجميع طبعا من الكابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. طبعا ويعني مش جيانا بس، بالعكس ده في لعيبه كتيره جدا فعلا رفعوا اسم مصر في المحافل الدوليه كلها، واحنا لازم نقول ان منتخبات مصر كلها معظمها لعيبه النادي الاهلي، فهو فعلا مصنع المنتخبات بالظبط. الاحتفال النهارده ليه مذاق خاص، ان هو يمكن احتفلنا اتنين ورا بعض بسرعه قوي، يعني العشره جت بسرعه قوي بعد التاسعه، كانت صعبه وكان فيها عقبات كتير، لكن رجالتنا رجاله، وحاسه ان احنا رغم كل الصعاب اللي عدينا بيها ولكن كلنا كعيله متماسكين من اول الاداره لحد الاجهزه الفنيه لكل اللعبات، ففخوره جدا الحقيقه باللعيبه وبكل اللي ساهموا في الانجازات دي. دكتور طبعا زي ما احنا شايفين الاجواء اكثر من رائعه، يمكن طبعا في الاخر كل الاعضاء طبعا النادي الاهلي دخلوا عشان يحتفلوا اكثر مع مجلس اداره النادي الاهلي ومع اللعيبه، يعني اجواء اكثر من رائعه. كمان شايفين يعني كان في تنظيم يعني كمان من اول الدخول الافتتاح الاحتفال، يعني كمان من الجراج من كل حاجه، يعني تنظيم وشايفين الاجواء اكتر من رائعه. فعلا دايما يعني يمكن دي ثالث رابع حفله او رابع ايفنت يحصل في النادي الاهلي، وبتشوفي الرقي رقي فعلا في التنظيم، وال يعني ما فيش حد مش عارف مكانه، ما فيش حد مش مبسوط، ما فيش حد لقى اي مشكله، كله قدر يستمتع بالايفنت. الاحلى من كده ان كل واحد ليه تقديره وليه احترامه من كل الناس اللي مشاركه في الانجازات دي او المشاركه في حتى تشجيع النادي الاهلي. يعني بشكر القائمين على الحفل، مش بس الحفل النهارده، دول تعبوا على مدار الفتره اللي فاتت كلها، وبقى الموضوع بروفيشنال، يعني تحسي ان انت بتتعاملي مع شركه خاصه مش بس منظمين لحفله جوه النادي الاهلي. دكتور رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. بارك فيكي ومبروك علينا كلنا. ثانك يو. يمكن ده طبعا كان لقائنا مع الدكتور رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو.